بدأ الصمت الانتخابي الفرنسي استعدادا للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية يوم الأحد السابع من تموز. تغيرت خطابات اليمين واليسار بطريقة يحاولان من خلالها استقطاب الجميع ورص الصفوف وتجميع الأصوات. من الصعب في هذه المرحلة التحليل أو التكهن بالنتائج، فأحزاب من اليسار واليمين الجمهوري ويمين الوسط تحاول تخطي تحفظاتها وتناقضاتها للتوصل إلى تفاهمات تقطع الطريق على حزب التجمع الوطني وحلفائه من أقصى اليمين لتشكيل حكومة تدخل التاريخ بتطرفها. Notre objectif est clair. Empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue au second tour, de dominer l'Assemblée nationale et donc de gouverner le pays que l'instant appelle à chacun de nos électeurs. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. صعود اليمين المتطرف في الدورة الأولى بزعامة صهر مارين لوبان جاردان بارديلا البالغ 28 عاما انعكس في حصول حزبه التجمع الوطني على 33.15% من الأصوات. يطمح بارديلا إلى تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة منذ الحرب العالمية الثانية. يحاول أن يكون خطابه جامعا مصوبا على رئيس حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف جان لوك Mélenchon. Je tends la main à tous les électeurs de droite, du centre, mais aussi de la gauche raisonnable qui ne veulent pas voir Jean-Luc Mélenchon devenir le Premier ministre de la France. Et je suis le seul d'ailleurs dans cette élection, non seulement à pouvoir battre M. Mélenchon, mais à parler du fond et à parler du quotidien des Français, le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration. في المقابل حصلت الجبهة الشعبية الجديدة تيار اليسار على 27.99% من الأصوات. لكن هذا التحالف يعد هشا لتعدد التيارات والتوجهات داخله وحتى الخلافات. فيما المعسكر الرئاسي التابع لإيمانويل ماكرون والذي يقود الانتخابات فيه رئيس الحكومة الحالية غابرييل أتال تعرض إلى نكسة كبيرة بعد حصوله على 20.04% من أصوات الناخبين. يحاول ماكرون رص صفوف المعتدلين ومعهم اليسار ضد الزحف اليميني. لذلك يقوم أتال بجولات انتخابية يحاول الظهور بطريقة شعبوية قريبة من الناس من مختلف الأعراق. Projets différents qui s'affrontent. Et ensuite, les électeurs décident. Ils n'arrêtent pas de mentir. Ils mentent tout le temps. C'est incroyable. عمليا جرت انسحابات لأكثر من 210 مرشحين من اليسار أو معسكر الرئيس ماكرون لقطع الطريق أمام تجمع الحزب الوطني اليميني ومنعه من الحصول على الأغلبية المطلقة الأحد. وبالرغم من ذلك تقول استطلاعات الرأي إنه من الصعب أن يحصل ماكرون أو اليسار على الأكثرية ويؤمن ثقة لحكومته، كما أن لوبان لن تصل بسهولة لتحقيق حلمها التاريخي بتشكيل حكومة متطرفة، ما يعني أن فرنسا ستشهد موجة من التظاهرات والفوضى.